غيم، مطر، برد، هذه أجواء سويسرا خلال زيارتي لها، وتحديدا في مدينة بازل. استغليت وجودي وحبيت أخذكم في جولة سياحية راح نتعرف من خلالها على أبرز معالم هذه المدينة الصغيرة وكيف أهلها عايشين. كل المباني عمرها يتراوح ما بين 500 و700 سنة. أهالي المنطقة كانوا يعتمدوا بشكل رئيس على مهنة الصيد كتخل مادي، وأيضا السمك كطعام أساسي، وتحديدا سمك السلمون. ولكن على ما يبدو تغير الوضع خلال السنوات، حاليا اتجهوا للصناعة وتحديدا للإنتاج الدوائي، بالإضافة إلى الفن وكل ما يتعلق بالفن. إذا مشاهدينا خلصنا من جولتنا في الترام، بس ما زلنا معاكم، راح نروح المرة للنهر، تعالوا معنا. بسبب سرعة جريان التيار في مياه النهر، ولأن النهر يفصل ما بين الضفتين، اعتمدوا أهل المدينة على القارب المثبت بسلك كوسيلة نقل. هذا أجرب شوكولات أنواع خطيرة هنا بعد جولة الترام وبعد النهر وبعد البرد، وطبعا المطر ما زال مستمر، كان لازم لي وقفة أجرب الهوت شوكولات عشان أتدفى شوي. Thank you chef, thank you so much. جاب لي زيادة شوكولات، ما في دايت طبعا. أنا تحديدا في محل اسمه شيسر، هو أقدم محل في بازل من عام 1870، تخيلوا يعني فوق 130 سنة على تأسيس هذا المحل. هو محل واحد بس، يعني مر على 4 أجيال والآن هم في الجيل الخامس. الشيف كتير كريم، حأخذني معه المطبخ ويعطينا بعض الأسرار، خليكم معنا. إذا مشاهدين أنا مع شيف ستيفن، وهو صاحب هذا طبعا المتجر للحلويات، حيعطينا بعض الأسرار مثل ما قلت لكم. So this is the chocolate. The chocolate, the real Swiss chocolate, milk chocolate, who is the speciality of Switzerland. طبعا ما أقول لكم الريحة تدوخ، بالأصح تصيح، لأنه الصورة شايفينها بس الريحة ما توصلكم. راح يعلمنا كيف نسوي الشوكولات بقوالب على شكل طبعا بقرة. الأماكن الرائعة اللي حرصت إني أزورها هي السوق المفتوحة، واللي ممكن تحصل فيه على كل شيء موسمي طازج من ورد، خضار، فواكه، وطبعاً أجبان. وعالم الأجبان حدث ولا حرج. من أمام السوق المفتوح كان لنا مرور على مبنى البلدية. هذا المبنى عمره أكثر من 600 سنة، وصادف مرورنا أعمال الترميم، ومع ذلك كان مفتوح للعامة وتحديدا للسواح. بعد هذه الجولة الطويلة بدأت أجوع، وقررت أني أتغدى. مشاهدينا اخترنا لكم مطعم للغداء. طبعا هذا المطعم بمبنى، المبنى انبنى بالقرن الخامس عشر. الحلو مش انه بس المبنى قديم، طبعا هذا المبنى ما حصل عليه اي تغيير، فقط بعض الترميمات عشان يظل مثل ما هو عليه. على ما يبدو انه الاكل وصل وصرنا جوعانين لانه بادين من الصبح.
هذا كان يومنا مشاهدينا في مدينة بازل. المطر وقف، الجو برد أكثر، وبما أن بازل هي مدينة المتاحف والفن فراح نختم بمتحف من ضمن 40 متحف. أتمنىكم تستمتعوا. هذه البقرة لك. شكرا. عن جد والله كنت واكلها قلت يعني. لا والله هذه خبيت لين ما يطلع التقرير عشان اعطيك اياه على الهواء. شكرا جزيلا. يعني مو بس انت تجيب لي كليجه من الرياض. اوه ذاتس نايس. بس شفتي كيف طيب هالاشياء ريحه الشوكلت عندهم هناك اكثر من رائعه. تدوخ بس عن جد من كثر ما اكلت جبن الشوكلت المفروض انه خلاص يعني. معنا بس ما شاء الله ما عندناش ما زدت شيء يعني. الحمد لله ما شلنا كثير تحت المطر ولا كان احلى ولا شيء. الاخضر اخضر والبنفسجي بنفسجي والالوان واضحه وطبيعيه. يلا مو مشكله بينا مقهور. لا بالعكس احنا عايشين في مدينه جميله جدا الحمد يعني. الحمد لله الحمد لله بس ناقصنا الجو شوي يتعدل شويه مطر وشويه برد. ايه مو مشكله. الله يخلي المكيف على العموم مشاهدينا. انت قدمي لي بعد عشان انا اشوف طبعا بما ان احنا في عالم الحلويات ما راح نطلع.